في 5 أسباب رئيسية بناء عليهم تم اختيار الكابتن حسام البدري مدير فني المنتخب المصري من قبل اتحاد الكرة المعين قبل الفيفا. عشان تعرف ايه هي الأسباب شوف معنا الفيديو ده. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج نجيب بول على قناة بيت نوم. متنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك أو سبسكرايب للقناة، لو أنت مشترك في القناة يا ريت لو تفعل الجرس. عنوان حلقتنا النهاردة بعنوان حسام البدري. كلنا عرفنا متأخر إن كابتن حسام البدري تم اختياره من قبل اتحاد الكورة كمدير فني للمنتخب المصري الوطني. مع كابتن طارق مصطفى وكابتن سيد معوض وكابتن محمد بركات مدير الكورة. ليه حسام البدري؟ إيه الـ5 أسباب الرئيسية اللي بتميز حسام البدري عن المرشحين الآخرين؟ رقم 1، حسام البدري مش كبير في السن. معدل عمر حسام البدري في الـ50، لو جبنا سيره كبير في السن كان من ضمن ابرز مرشحين كابتن حسن شحاته اللي عاصر الجيل الذهبي لكره القدم المصريه وحقق 3 بطولات افريقيا على التوالي، وكلنا فاكرين الجيل ده اللي هو ممكن صعب ان هو يتكرر في تاريخ تاريخ الكوره. كان مرشح بقوه كابتن حسن شحاته، خاصه ان كابتن حسن شحاته سي في محترم وشخصيه قويه ويمتلك من الخبرات والقدرات ما يقوده لقياده المنتخب المصري دي. لكن في ناس كتير قالت ان كابتن حسن شحاته كبير في السن، هل ده حاجه كويسه او دي حاجه مش كويسه؟ في يورو 2004 كان المنتخب الايطالي حقق نتائج غير مرضيه للجماهير المنتخب الايطالي في البرتغال. بعدها خرج ومسك المنتخب الايطالي المدير الفني مارشيلو ليبي. بدا يبني جيل، الجيل ده خد كاس العالم 2006 وكان منتخب الاحلام بالنسبه للمنتخب الايطالي. بعدها ساب تدريب المنتخب الايطالي ومسكوا مدرب تاني، يعني اي كان ريمبر اسمه ايه. فالمنتخب الايطالي اخفق، رجع تاني يعني معدل الهبوط نزل تاني، فقرروا ان هم يرجعوا مارشيلو ليبي تاني في 2008 بعد يورو 2008. وفعلا بدا تاني مارشيلو ليبي يعني رجع لقياده المنتخب الايطالي ودخل بيهم كاس القارات اللي بالمناسبه في 2009 اللي غلب مصر بجون حمص الشهير. فكانت تجربه فاشله بكل المقاييس رجوع مارشيلو ليبي للمنتخب الايطالي من تاني. نذكر كمان تجربه الجوهري، كابتن محمود الجوهري كان كل ما في يحصل اخفاقات او فشل كان يرجع تاني كابتن محمود الجوهري يبني تاني من جديد، ففي ناس بنادت ان حسن شحاته يرجع تاني. طب ما لو كده ممكن لو نفتكر مارادونا، هو مارادونا مع الارجنتين ما عملش حاجه. فكانت الاراء متضاربه، حسن شحاته اه حسن شحاته لا، ففي الاخر استقر ان حسن شحاته لا. يبقى كابتن حسام البدري يعني سنه مناسب لتدريب المنتخب ده بالنسبه لكابتن حسام، ده بالنسبه للسبب الاول. السبب الثاني، كابتن حسام البدري صاحب خبره كبيره جدا وعلى درايه دهاليز افريقيا كلها. كان من ضمن المرشحين كابتن احمد حسام ميدو، لكن نادى تاني صوت ان كابتن احمد حسام ميدو سنه صغير وما عندوش خبره كفايه، يعني الاماكن اللي ضرب فيها اماكن قليله جدا بالنسبه لكابتن حسام البدري وكابتن حسن شحاته. حسام البدري كخبره فهو حد عالي جدا، فهو اشتغل في حسام البدري في الجهاز الفني للنادي الاهلي من سنه 2001 موسم 2001 و2002، وفي 2002 و2004 كان مدرب مساعد، ومن 2004 ل 2009 اشتغل مدير كوره مع كابتن مانويل جوزيه الجيل الذهبي للنادي الاهلي اللي حقق كل البطولات والانتصارات في افريقيا وحقق برتغاليه العالم في كاس العالم للانديه. بعدها مسك مدير فني النادي الاهلي وحقق انجازات كبيره محدش يقدر ينكرها، من ضمنها ان هو خد بطوله افريقيا كانت من اصعب البطولات الافريقيه اللي خدها النادي الاهلي في تاريخه، لانها كانت من جوه تونس، يعني ماتش الترجي 2-1 كان عمله كابتن حسام البدري كان يعني هو سبب رئيسي بعد ربنا وبعد اجتهاد اللاعبين في انه ياخد البطوله دي. بعدها حسام البدري رجع وراح درب في السودان وحقق الدوري السوداني، ورجع تاني مصر، رجع الاهلي خد الدوري مع الاهلي. على سبيل المثال كل ما نذكر ان كابتن حسام البدري هو الوحيد اللي هو المدرب المصري اكتر مدرب مصري خد الدوري مع النادي الاهلي. فكابتن حسام البدري خبره طويله، خبره كبيره جدا، وهو كمان عنده درايه بافريقيا، دهاليز افريقيا، لانه خاض بطولات افريقيا كتير مع النادي الاهلي، خد بطوله افريقيا، 2 نهائي افريقيا متتاليين، طبعا ما حلفوش الحظ ولا التوفيق ان هو ياخد البطوله، وكان على بعد يعني خطوه ان هو ياخد البطوله، يعني كان ممكن يكون مثلا في بطوله من الاثنين اللي فاتوا ان هو ممكن يحقق بطولات افريقيا الثانيه على التوالي.
السبب الثاني، كابتن حسام البدري غير منفعل بالمره. لو ذكرنا الانفعال نذكر مين؟ كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن الحماس وحبه للمكسب وحبه وعزيمته وهو لاعب مأثر عليه هو مدرب، ان هو ما بيهداش، ان هو مثلا ممكن انفعاله يعدي اللعيبه، يعدي الخط، يروح للحكم، يروح للجمهور. فكابتن حسام البدري غير كده خالص، هو غير منفعل تماما. انفعاله بيبقى ممكن يكون بنظره، لكن هو ممكن ما يتلفظش بحاجه، هو ممكن ما يقولش حاجه. كابتن حسام ممكن بس ينفعل لعيب من غير ما يقول له، من غير ما يكلمه، هو ممكن بنظره بس حد كده خلاص. لكن كابتن حسام حسن المشكله بقى ان هو ساعات انفعاله بيكون زائد شويه او مفرط، فبيوصل للعيبه، اللعيبه ممكن توصل انها تعترض على الحكم، بيوتر الماتشات. فده من ضمن الاسباب الكتيره اللي نجحت كفه حسام البدري عن كفه الكابتن حسام حسن، ان كابتن حسام البدري متزن في افعاله وغير منفعل. السبب الرابع ان هو صاحب شخصيه قويه جدا، يقدر يفرض الانضباط في اي مكان هو فيه. كلنا فاكرين كان افريقيا 2019 وكان مسكنا مستر خفير اجيري، وطبعا كلنا فاكرين حاسه الشهيره بتاع كابتن محمد صلاح وعمرو ورده لما تضامنوا مع موقف عمرو ورده، واحمد المحملي لما تضامنوا مع عمرو ورده، وان كان ما كانش في اي موقف من اجيري تجاه اللعيبه. يعني اوكي، اتحاد الكوره وقف عمرو ورده، اتحاد الكوره هو اتحاد الكوره رجع عمرو ورده بعد ما اللعيبه اثرت على اتحاد الكوره محمد صلاح واحمد المحملي، اتحاد الكوره هو اللي رجع. يعني خفير اجيري لا رجع عمرو ورده ولا وقف عمرو ورده، ما كانش في الشخصيه دي من البدايه. هو انا عايز اقول ان هي لو كانت موجوده من زي ما كانش عمرو ورده عمل كده. انا مش عايز اتكلم ولا حابب ان انا اخوض في حكايه عمرو ورده، لكن القصه انا ماليش دعوه بيها. انا ليا دعوه ان هو عمل كده امتى، مش عمل كده ليه. انا ماليش دعوه هو عمل كده ولا مش، يعني انا عمل كده امتى. كابتن حسام البدري للمدير الفني المنتخب المصري استحاله الحاجه دي تحصل اصلا. انا بقول لك استحاله. لا عمرو ورده ولا احمد المحمدي ولا محمد صلاح، ولا لو كان كابتن حسام البدري، يعني لو تفتكر كان مسيطر على نجوم ابو تريكه وبركات، محمد نادي كده وسيد معوض وائل جمعه، مين مش متذكر مين تاني لعب مع كابتن حسام البدري، نجوم كبيره يعني اسماء لها وزنها. وكان الكابتن حسام البدري مفيش، هو انضباط، ما تعرفش ان انت تاثر، ما تعرفش ان هتاثر مكانك على الدكه او ممكن مكانك بره القايمه. ودلوقتي يعني كمنتخب انا خلاص انت فرصتك ادي. كابتن حسام ما عندوش مجاملات، يعني من ضمن الناس اللي اتعاملت مع كابتن حسام ناس اعرفها شخصيا، كابتن حسام ما عندوش مجاملات. كابتن حسام حد كده يعني شارب، حاجه حاده اللي هو خلاص انت بتلعب هياخدك، انت ما بتلعبش لا. فكابتن حسام ضمن السبب الرابع اللي رجح كفته قوه شخصيه قويه جدا، طبعا خلاف المدرب السابق اللي هو خفير اجيري، وطبعا الوقاشه اللي بتاعت عمرو ورده. السبب الخامس والاخير ان هو متزن دفاعيا وهجوميا. كابتن حسام متزن ما بين الدفاع والهجوم. لو ذكرنا الدفاع هنفتكر كوبر. انا ما شفتش دفاع غير ما عرفتش حاجه اسمها دفاع مع منتخب غير في عهد كوبر ده. كوبر كان بيقف تقريبا، كان تقريبا بيلعب 9-1، ما فيش خطه، 8-1-1. كان بيلعب بطريقه غريبه جدا لدرجه ان انا مش فاهم يعني انت عايز ايه. كان متحفظ زياده عن اللزوم. فكلنا كنا احنا بنحب نشوف المنتخب هجومي، وطبعا احنا فاكرين المنتخب مع حسين شحاته، وكنا بنقدم كرة شكلها ازاي وعامله ازاي. فكلنا نادي ان احنا نكون، نادينا ان احنا نكون عندنا فكر هجومي. فكر هجومي مين؟ كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال بيقدم كرة متطوره حديثه. كابتن ايهاب من الناس اللي هي بتعرف تطور نفسها وتشتغل على نفسها وبتاخد دورات وبتعمل معايشات في انديه بره كبيره، وبيجي بينقل الخبرات دي في مصر وبيطبقها على اللعيبه كويس جدا. بيطبق يعني هو بيطبق على نفسه علميا وبيطبقها على اللعيبه عمليا كويس جدا، واللعيبه بتبان في الملعب، لكن بينقصوا الجانب الدفاعي. ان الكابتن ايهاب جلال لما بيندفع في الهجوم جزء الدفاعي ده ما بيبقاش موجود. يمكن عشان الكواليتي بتاعت اللعيبه المصريه ما بتقدرش تأدي البلان نفسها بتاعت الفرق الاوروبيه كهجومي ودفاعي. يعني انا ما عنديش الكواليتي او ما عنديش الابيليتي القدره ان انا
اوزن ما بين الدفاع والهجوم، فهو بيميل للهجوم فبينسى الدفاع، ولا هو مثلا يعني هو مش حابب الدفاع وشايف ان الهجوم هيحميه من الحته الدفاعيه. لو بصينا كابتن حسام بدري مع النادي الاهلي، ولو بصينا معاه مع انبي، ولو بصينا معاه مع المريخ، هنلاقي ان هو يعني ان بتوين، يعني هو الراجل على حسب ظروف الماتش، هو بيقسم الماتش على حسب الظروف وعلى حسب الفريق. يعني احنا لو اتكلمنا احنا ممكن ناخد في حاجه بعيده شويه عن الموضوع، ان ايه هي الخطه المناسبه لفريقك. فالخطه دي مش حاجه فيكسد او حاجه ثابته، الخطه دي بتبقى لها عوامل من ضمنها قوه فريقك، قوه الفريق المنافس، عوامل خارجيه زي الشمس والرياح والارضيه الملعب والارض اللي انا بلعب عليها ارضي ولا ارض المنافس والجمهور وحاجات تانية يعني لها علاقه بالعوامل الخارجيه. فمن ضمنها انا بقيس بظبط خطتي على العوامل دي مش على حاجات تانية، على قوه فريقي. انا ممكن يكون عندي كام لعيب فت، اللعيب دول انجر او مصابين، فانا مش هينفع اوريدي ان انا ابدا بالخطه اللي انا بتعود عليها، فيبقى في بلان بي وبلان سي. فكابتن حسام لو شفنا ماتشاته هتلاقي ان هو دايما ان بتوين، يعني متزن ما بين الدفاع والهجوم. فده اللي رجح كابتن حسام البدري عن كابتن ايهاب جلال، وده برضو اللي نادينا بيه ان هو برضو هيبقى يقدم لنا الكره الهجوميه خلاف اجيري وخلاف كوبر مدربين السابقين. طبعا سواء انت كنت مع اختيار كابتن حسام بدري مدرب فني المنتخب المصري، او ضد كابتن حسام بدري مدرب المنتخب المصري، فانت لازم تدعمه، واحنا لازم نستنى ونشوف. احنا صبرنا يعني على كتير، صبرنا على اجيري ما كناش نعرف مين ده ولا كوبر، وصبرنا عليهم كوبر متهيألي قعد سنتين او ثلاثه معانا. كابتن حسام ليه مواقف تشهد له وسي في محترم، فاحنا لازم كل الدعم لكابتن حسام البدري وكل الدعم للجهاز الجديد للمنتخب الوطني المصري ان شاء الله بالتوفيق. دي الخمس اسباب اللي فرضت اختيار ورجحت كفه كابتن حسام البدري مدير فني المنتخب المصري. قبل ما تقفل الفيديو عايزك تعمل لايك للفيديو ده وتدعمنا بسبسكرايب او اشتراك للقناه، ولو انت اشتركت يا ريت تفعل الجرس. اشوفكم حلقه جديده ان شاء الله مع برنامج نجيب بول على قناه بيت نور، وموضوع جديد شوفوا انتوا حابين نتكلم عن ايه.